البردة هو شعار لمدح الحبيب المصطفى. البردة ثوب كان يلبسه العرب. بردتك أنت ما هي؟ الحمد لله، الحمد لله في البدء وفي الختام، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بدر التمام، وعلى آله وأصحابه أولي الفصاحة والبيان، أعلام الأمة، أحباب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عبر الأيام والشهور والليالي والسنون والأعوام، اللهم آمين. وبعد، في هذا الختام المبارك للبردة النبوية الطيبة المباركة، يختم الإمام شرف الدين البصيري محمد بن سعيد الصنهاجي المصري الذي ولد في محافظة بني سويف في مركز بوصير، ثم عاش فترة في هذه البقعة الطيبة المباركة من صعيد مصر الطاهر، ثم انتقل إلى منطقة الشرقية وكان خطاطاً، ثم أصبح نقيباً للخطاطين، ثم انتقل بعد ذلك إلى مدينة الإسكندرية شاعراً فحلاً له من الأشعار الجم الغفير، شعر للملوك ومدحهم والأمراء بعد ذلك وكل أصحاب النفوذ في زمانه. كان هذا الكلام في القرن السابع الهجري الحادي عشر للميلاد. هذا الإمام المبارك كتب قصيدة ألفت على حرف الميم تسمى ميمية، والميمية أي أنها ختمت بحرف الميم أو أن قافيتها بحرف الميم. لما؟ حباً في اسم الحبيب المصطفى محمد، لأن ميم محمد واحدة ثم حاء ثم ميم مشددة وهي ميمان في الأصل ثم دال، فأحب حرف الميم حباً لرسول الله فجعل قصيدته ميمية، ثم بدأ يكتبها حتى وصل إلى 160 بيت. بدأ فيها بشكوى الغرام، ثم تكلم عن المجاهدات، ثم عن غزوات الحبيب، إلى أن وصل به الكلام في الصلاة على الحبيب المصطفى. وهنا المصطفى يعلمنا إذا أراد الإنسان شيئاً أن يقبل عند الله فليفتتح بالصلاة على رسول الله ويختتم بالصلاة على رسول الله، وكأنه يطلب الإذن في الصلاة، والصلاة إذنها مطلق، فيقول وأذن لسحب صلاة، أي سحابة مسحوبة دائمة، وأذن لسحب صلاة منك يا ربي دائمة على النبي بمنهل ومنسجم، وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم، ما رنحت عذبات البان، ما رنحت عذبات البان ريح صبا، وأطرب العيس حاد العيس بالنغم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب، ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. ثم يقول يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته في طيبة حرم، واسمه قسم من أعظم القسم. وهذه بردة المختار قد ختمت، والحمد لله في بدء وفي ختم، أبياتها قد أتت 60 مع 100، فرج بها كربنا يا واسع الكرم، اللهم آمين. يصلي على النبي، ثم بعد ذلك يترضى عن الصحابة ويتوسل إلى الله عز وجل بالقرآن وبالمسجد الأقصى ومكة المكرمة والحرم النبوي وبرسول الله وبأصحاب رسول الله أن يختم له بالحسنى. يقول
وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. يقول علماؤنا: من أخطأ الصلاة على رسول الله فقد أخطأ طريق الجنة. وقالوا: من دلك على الصلاة على رسول الله دلك على طريق الجنة. ويقولون: الصلاة على رسول الله شيخ من لا شيخ له، من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومه في صباحه 10 مرات وفي مسائه 10 مرات كان في كفالة رسول الله، ومن صلى 100 استجيبت له 100 دعوة، ومن صلى 1000 زاحمت كتفه كتف الحبيب المصطفى في الدخول إلى الجنة. أحوال الصلاة على النبي كثيرة، من أراد الاستزادة فليقرأ من كتب السادة كالإمام النبهاني كتابه سعادة الدارين وغيرها من الكتب التي خصصت للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال: إئذن لي يا ربي بالصلاة عليه. لما؟ لأن الله هو الذي قال: صلوا، ولولا الإذن بقوله صلوا لما استطاعوا أن يتكلموا في معدن الجمال وأصله وجماله وكماله ونواله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو الذي قال صلوا، لو لم يقل صلوا إحنا مع قوله صلوا لا نعرف الصلاة. قل لي كيف تصلي على رسول الله. جاء الصحابة فقالوا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، نسلم عليك نقبل يدك، بس كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صلي، قولوا اللهم صلي. إحنا ما صلينا، ندعو الله أنه يصلي. اللهم ترفع الأمر لله أن يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. تعرف لماذا؟ لأنها تجارة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ إذا قلت اللهم صلي واحدة، صلى هو سبحانه تعالى عليك 10 مرات. في تجارة تعطي درهم يعطوك 10، مكسب كم في المئة هذا؟ وإذا صليت 10 أعطاك 100، وإذا صليت 100 صلى عليك 1000. الله يصلي علي 1000؟ نعم. لما؟ مش عشان خاطر سواد عيونك، ولا لأنك ابن فلان أو ساكن في بلدة فلان أو من طائفة فلان أو من جماعة فلان. هذه لعيون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال له ربه: ولتصنع على عيني فإنك بأعيننا. لجل عينه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعطاك 100 و1000، يرفع قدرك كما ترى في حال الفقير اليوم. لا أساوي شيء، لكن يرفع شموع وصالون وأمور مذهبة. لما؟ رفعة لقدره هو صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الله عز وجل قال: ألم نشرح لك صدرك، إلى أن قال: ورفعنا لك ذكرك. فعندما يتصل الإنسان بالحبيب المصطفى يرفع ذكره، لا لأجله، لأجل مرفوع الذكر صلى الله عليه وسلم. فهذه تجارة. لو قيل لك صلي ما استطعت أن تصلي، ستحيل الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: على النبي بمنهل ومنسجم، ما رنحت عذبات البان ريح صبا. قلنا البان هو عبارة عن نبت طيب، فإذا جاءت عليه الريح ما رنحت عذبات البان ريح صبا. البان المقصود به هو النبت الطيب الذي يمر عليه ريح الصبا، وريح الصبا هو الريح الذي ينقل من بين الأشجار ومن بين البساتين والجداول، فينقل لنا ريحا طيبة مباركة. يقول سيدي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله ورضي عنه ونفعنا به وبأسراره وعلومه وعلومكم في الدارين آمين، يقول: نسيم هبت علينا من أين؟ من الجبل، من البحر، من الصحراء. نسيم هبت علينا من حمى المصطفى، نسيم فيها الهنا، فيها الدواء، فيها الشفاء. فهذا الريح ممكن أن يسمى نسيم، ويمكن أن يسمى ريح صبا، امتزجت بعذبات البان. البان المقصود به هو النبت الطيب الريح. قال: وبعضهم ما رنحت عذبات البان، المقصود به أن بعض الطيور تقف على أغصان هذه الأشجار فتأتي بهذه الأنغام، فهذه الأنغام يطرب بها الناس ويستنشقون ذلك الريح، يعني ريح طيبة ونغم طيب. ماذا يحصل؟ يحصل أن يكون معك في الركب مطرب. مطرب، هو الطرب حرام؟ لا، ليس حراماً،
أن تطرب بالله وبرسوله ليس حراما. قال: واطرب وأطرب. واطرب أنت بالله وبرسوله. أما شرف الدين البصيري يقول: وأطرب العيس، أي الركب، هؤلاء الناس الموجودين فيه، وأطرب العيس حادي العيس بالنغم. حادي العيس، الحادي هو الذي يحدو، أولاً العيس المقصود بها الإبل، والحادي هو الذي يأخذها من خطامها ويسير بها، ثم يأتي أمامها فيردد الأنغام والأبيات، فتشتاق وتسمع هذا الكلام الإبل فتسير بسرعة أكثر فأكثر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفقاً بالقوارير. ما القوارير؟ النساء اللواتي كنا فوق الجمال. ماذا كنا يفعلن فوق الجمال؟ كنا في قافلة، فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول له لذلكم الحادي: يا حادي رفقاً بالقوارير. رفقاً بالقوارير لما؟ لأنك أتعبت العيس. العيس تجري، الإبل تركض بسرعة، وفوقها أناس فتعبوا. ما الذي جعلها تسرع؟ سماع الحدو والإنشاد، إنشاد الأبيات، الصوت الحسن، هذا يحرك في الإنسان أشياء فتطرب الروح له. فإذا طرب الإنسان سمع كل شيء يذكره بمحبوبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل بيت إن كان قد قيل في حق امرأة أو في غيرها هو يذكره برسول الله، إن قيل في حق دنيا يذكره برسول الله، في حق منصب مال عطية يذكره برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وأطرب العيس حادي العيس بالنغم، ثم يترضى عن أصحاب رسول الله. لما؟ لأنهم لا بد لنا أن نترضى عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأولهم سيدنا أبو بكر الصديق صاحب النبي في الغار، هو الذي حصل له مقام الصديقية الكبرى، خلوة يقظة، الله ورسوله وسيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر ما يرى إلا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، والحبيب الأعظم يقول له: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما هذا المجلس؟ اجلس على كراسي عقلك وتأمل في هذا الكلام، مجلس فيه رسول الله وسيدنا أبو بكر، والمصطفى يقول له: الله معنا ونحن في معية الله. مقام عظيم، حق لنا أن نترضى عليه. لما؟ لأنه حبيب رسول الله. ثم عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وعن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعن سيدنا عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله تعالى عنه، وعن باقي الآل والصحب، ثم التابعين، فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. ثم يدعو ويقول، وندعو معه ونختم مجلسنا هذا بالدعاء، فيقول: يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، اللهم بلغ مقاصدنا في هذا المجلس الطيب النبوي المبارك، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين وغير المسلمين، وارحمهم جميعا يا رب العالمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته في طيبة حرم. اللهم أكرمنا بزيارة طيبة وحرم الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم بعد العمرة والحج في كل عام يا رب العالمين. ومن اسمه قسم من أعظم القسم، محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه بردة المختار قد ختمت، والحمد لله في بدء وفي ختم، أبياتها قد أتت 60 مع 100، فرج بها كربنا يا واسع الكرم. اللهم آمين. بحق سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم لا تردنا خائبين ببركته عندك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.